كما أكد الرئيس السيسي حرصه على خروج قانون الأحوال الشخصية بشكل متوازن. وشدد الرئيس السيسي على أن الهدف من وراء القانون هو حماية الأسرة المصرية، لافتا لإطلاق حوار مجتمعي بهذا الشأن. فعلا احنا كلنا حريصين على ان قانون الاحوال الشخصيه هيبقى قانون متوازن وموضوعي جدا جدا وبعيد النظر واسمحوا لي اقول لكم، اصل ما فيش حد ليه مصلحه ان احنا نعمل غير كده. يعني ما تفتكروش في البرلمان ان هيبقى مثلا الصوت ضد الموضوعيه وضد التوازن. احنا في النهايه هدفنا ان احنا نحمي الاسره ونحمي الأبناء أو البنات اللي من الأسرة ديت. ده بس قاعدة عامة لازم تكونوا منتبهين لها أو بأكدها لكم. ثم احنا قلنا هنعمل نقاش مجتمعي كبير قوي عشان أطمنكم على أن الموضوع يخرج بالشكل اللي هو الموضوعي والمتوازن. بس عايز أقول لكم على حاجة، كل صاحب قضية هيبقى ليه وجهة نظر خاصة بيه هو حسب حالته. يعني النهاردة لو أنا عندي مشكلة هتبنى، يعني صعب جدا أبقى موضوعي ومتوازن مع نفسي. صعب، مش هقول مستحيل، لكن صعب إن الإنسان يبقى موضوعي ومتوازن في قضية خاصة بيه، وبالتالي لما بيتكلم عنها بيتكلم وبيدافع عن موقفه بشدة، ولو أي حاجة غير كده بيبقى استعداده لاستقبالها مش سهل.